طب عايزه اروح مع حضرتك لاستراتيجيه الدوله في الاستفاده من القيمه المضافه لموارد قطاع البترول. شايف ازاي توجه الدوله نحو الاستفاده من القيمه المضافه من الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضيه دكتور جمال؟ سؤال جيد. خليني اقول لك، القياده السياسيه استهدفت ملف الغاز زي ما قلتهولك حرفيا بطريقه تختلف عما كان مستوى التفكير لكل الحكومات المصريه. يمكن احنا بدانا عمليه استخدام تطبيقات الغاز الطبيعي من سنه 1997، وكان اولى هذه التطبيقات هي دخول الغاز الطبيعي لبعض المنازل. يمكن كانت عدد المنازل كلها في خلال فتره من 1997 وحتى سنه 2017 لا تخرج عن 5.5 مليون وحده سكنيه، في حين ان الدوله المصريه والياتها وتصميمها واستهداف القيادة السياسية تخفيف فاتورة استيراد السلع الوقودية وخاصة سلع استراتيجية زي سلعة البوتاجاز، وحولت الدولة فائض الغاز إلى آلية دخول الغاز الطبيعي إلى المنازل. وبالتالي في خلال 2018 و19 و20 وصل ما تم دخوله إلى المنازل حوالي 5.6 مليون وحدة سكنية. وبالتالي احنا بنتكلم على ان في اقل من 3 سنوات وصلنا لدخول غاز طبيعي لاكثر من 58% زيادة عما كانت الدولة المصرية. النقطة الثانية وهي احد تطبيقاتها المهمة، وهو استخدام الغاز الطبيعي كوقود اقتصادي لدى السيارات. ويمكن زي ما شرحت لحضرتك، من سنة 1997 ويمكن لغاية 2018 لم يكن لدينا قدرات على تحويل جزء كبير من السيارات، وكان عدد السيارات من هذه الفترة الطويلة الأكثر من 20 سنة لا يتعدى 150 ألف سيارة. إحنا بنتكلم بس في خلال 2018 و19 و20 استهدف رقم يوازي هذا الرقم للوصول إلى 322 ألف سيارة. عدد محطات وآليات محطات الغاز الطبيعي من 97 لغاية 2018 كان لا تخرج عن إطار عدد من المحطات 123 محطة. احنا بنتكلم من 2018 19 و20 القدرات تصل الى 1000 محطة بنهاية 2021 كما تم التصريح عنه من قبل وزارة البترول، هو الوصول بعدد من هذه المحطات الى اكثر من 1000 محطة في خلال 2021. وبالتالي قلت لك آليات تطبيق القيمة المضافة من الغاز الطبيعي تستهدفها القيادة السياسية بجدية وبآلية تنفيذ وبخطة زمنية محكمة للوصول بثلاث أهداف أساسية. رقم واحد، تقليل الفاتورة المرهقة للموازنة العامة المصرية، لأن خلي بالك احنا عانينا كتير جدا، ويمكن كثير من التقارير من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي في خلال كل صفقات القروض المصرية لأكثر من 30 سنة كانت بتستهدف أن الدولة المصرية قيمة الدعم على السلع الوقودية وفاتورة الاستيراد من خارج البلاد تؤثر سلبا واستمرار العجز على الموازنة العامة. وبالتالي كانت آليات القيادة السياسية من 2017 أن لابد أن يكون هناك تحويل لهذا العجز إلى إيجابيات. من ضمن هذه الإيجابيات زي ما طرحت لك أن احنا وقفنا في 2018 من استيراد الغاز الطبيعي، وفرنا حوالي 62 مليون دولار من فاتورة كانت تصل إلى مليار دولار سنوي شهريا، وفرنا جزء من أنبوبة البوتاجاز بدخول الغاز الطبيعي إلى المنازل بفاتورة كانت تصل لحوالي 187 مليون دولار لاستيراد البوتاجاز شهريا، وفرنا بدخول الغاز الطبيعي أكثر من 58 مليون دولار شهريا، وفرنا أيضا من إنتاج سلع الوقود محليا، وده استهدفه قطاع البترول المصري بقيادة رشيدة وحكيمة وقدرات عالية من المهنية والآليات والتكنولوجيا اللي طبقها قطاع البترول للوصول بقيمة رفع كفاءة مصانع التكرير ومعدلات صيانتها ورفع كفاءتها لموازنة وصلت لحوالي 8 مليار دولار تم صرفها على صيانة معامل التكرير والقدرات المصرية، وأيضا افتتاح أكبر معملين في الشرق الأوسط من معامل التكرير المصرية سواء الوطنية للبترول في الأسكندرية والمصرية بمستورد بالقاهرة. المصنعين دولت أضافوا قدرات زيادة على تصنيع الوقود محليا، وبالتالي وفرت مصر جزئيتين. الجزء الأولي هو حماية الشارع من استهداف نقص سلع الوقود مستقبليا، لأن دي كانت أزمة من ضمن الأزمات اللي عانت منها مصر في خلال 10 سنوات السابقة. النقطة الثانية، توفير مقيمة تصنيع سلع الوقود واستيرادها جاهزة من خارج البلاد
وتصنيعها محليا، وفر 40% من قيمه البرميل، بالاضافه ايضا الى ان احنا لدينا عقود مهنيه مع بعض الدول لاستيراد الزيت الخام منها العراق والامارات العربيه وايضا الكويت الشقيق في استيراد الزيت الخام وتصنيعه محليا، وبالتالي اليه فاتوره عجز سلع الوقود اللي مرهقه للدوله بدات تدريجيا نوفر اكثر من 40% من هذه الفاتوره الشهريه. طيب مؤخرا تم اطلاق التشغيل الفعلي لبوابه مصر للاستكشاف والانتاج كاول منصه رقميه توفر البيانات الجيولوجيه لانشطه البحث والاستكشاف والانتاج في مصر بمعايير عالميه، اهميه المنصه دي ايه من وجهه نظرك دكتور جمال؟ المنصه هي احد اليات قطاع البترول لزياده ضخ الاستثمارات الاجنبيه بطرق اكثر تعاملا مع جائحه كورونا، وايضا استهداف من القياده السياسيه ايضا لنشر الاستثمار البترولي بطريقه اكثر تجهيزا واكثر جاهزيه للحصول على المعلومات ومتابعه البيانات ومتابعه المناقصات اول باول على شبكه الانترنت او الشبكه العنكبوتيه للمعلومات. البوابة هي أحد التصميمات القوية اللي استهدفها قطاع البترول في الأبستريمز أو بنسميها كل الصناعات الأولية للحصول على الخام من باطن الأرض. هذه تشمل خطة البيانات لعملية البحث والاستكشاف والتنقيب وعمليات الحفر وتجهيز الآبار والإنتاجية للحصول على الزيت الخام أو الغاز الطبيعي على السطح والوصول به إلى نقطة الاستقبال لتحويله إلى تطبيقاته الكثيرة. النقطة دي كانت يمكن مرهقة قديما، لأن يمكن إحنا عشان كنا نحضر للمناقصة فبيأتي الشريك الأجنبي إلى الحصول على كراسة الشروط من داخل القطر المصري، بيتم وضع تأمين لهذه الاتفاق، الحصول على تجميع بعض البيانات الذي يحتاج كثير من الوقت، تطبيقات للمسح السيزمي التي تحتاج كثير يمكن كثير من السنوات، وعملية تجهيز هذه البيانات وإعادة إحصائيتها والوصول إليها بشكل لرسم الطبقات ومكامن الزيت والغاز الطبيعي والوصول إلى أعماق، ثم تحديد الميزانية، ثم الحصول على كراسة الشروط، ثم تقديم المناقصة والحصول على النقطة أو قطعة الامتياز، ثم تقديم خطة البحث والتنقيب للوزارة أو لوزارة قطاع البترول المصري، ويتم تقييمها لوضعها حيز التطبيق، ويأتي بالمراقبة من قطاع البترول على الشريك الأجنبي. من خلال البوابة الإلكترونية كل هذه المسافات الكبيرة من الوقت ومن المجهود ومن الزمن ومن إرهاق للشريك الأجنبي، وأنه يأتي ثم يبحث ثم يدرس ثم يصرف ثم يعمل عملية تجهيز لهذه المساحات من قطعة الامتياز، لأول مرة قطاع البترول يوفر جزء كبير من هذه الدراسات، ويمكن استهداف الدولة لمنطقة البحر الأحمر كمنطقة استراتيجية قادمة في عملية البحث والتنقيب أدى إلى أن هناك دراسات تم تطبيقها مع أحد الشركات الأجنبية لتطبيق المسح السيزمي للمساحة العريضة من البحر الأحمر والمنطقة اليابسة، وبالتالي أصبحت هذه وقاعدة البيانات جاهزة للشريك الأجنبي يمكن الاطلاع عليها ودفع رسومها من خلال شبكة المعلومات والبوابة الإلكترونية والحصول على هذه المعلومات وأيضا البيانات التي تخص قطعة الامتياز ومناطق وخبرة الشركاء الأجانب في هذه المناطق والحصول والإنتاج منها، كي تزيد من ثقة المستثمر، كي تعطي له نوع من الأريحية، كي تسهل له الحصول على قاعدة البيانات دون أن يكون هناك سفر أو وقت أو استقطاع وقت كبير من وقته، وبالتالي سرعة القرار والبت في هذه المناقصة، وبالتالي هي أحد الآليات القوية التي تستهدفها القيادة السياسية لزيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية من قطاع البترول والغاز في خلال الفترة القادمة.